كندخلوا على الموقع ديالنا HTSure. قبل ما نشريو في الموقع خاصنا نتقيدوا اولا يا اما عن طريق فيسبوك تويتر او جوجل بلس. في هذه الحاله نجربوا فيسبوك. كنعمروا البيانات ديالنا وكنتكونيكتا. هنايا كنشوفوا باننا تقيدنا في الموقع. كنضغطوا على الزر هوم باش نختاروا المنتوج ديالنا. كنعزلوا المنتوج اللي بغينا. في هذه الحاله نختاروا ايباد اير. كنضغطوا على اجوتي او بان. كنكومونديو المنتوج ديالنا. كنعاودوا نضغطوا على كوموندي. كتطلع علينا هذه الاستماره باش نعمروها. الاسم الشخصي، الاسم العائلي، العنوان ديالنا بطبيعة الحال، الرمز البريدي لكل حي عنده الرقم ديالو. هنا في هذه الحالة غير كنجربو نوضعو خمس الأصفار، المدينة ديالنا وبطبيعة الحال المغرب. هنايا عندنا جوج الهواتف، الثابت والنقال، يمكن لينا نوضعوهم جوج ولا نوضعو واحد فيهم. في هذه الخانة يمكن لينا نحطو سميت المنتوج. مني كنساليو السمارة ديالنا كنضغطو على انروجيستري. كنشوفو المعلومات ديالنا. كنكوموندي. هاد المرحلة ضرورية باش تتم الطلبية ديالنا. كوموندي. في المرحلة الأخيرة كيتم الدفع عبر التحويل المصرفي. كنأكدو على الطلبية ديالنا. جو كونفيغ ما كوموند. وهنايا كنتحصلوا على المعلومات الضرورية لتحويل الرصيد.